اختتم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة اكسب الحج 2030 أعمال النسخة الثانية بمحافظة جدة تحت شعار الجودة في منظومة الخدمات بحضور أكثر من 60,000 زائر من جميع أنحاء العالم وبمشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة في خدمات الحج والعمرة وعدد من الجهات الحكومية التي تعنى بخدمات الحجاج والمعتمرين. كانت فرصة رائعة للتواصل مع أكثر من 28 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية لتعريفهم بمسيرة الحاج وأيضا إحاطتهم علما بالاستثمارات الضخمة التي تتجاوز 200 مليون دولار اللي شركتنا قامت وتقوم بها في المشاعر المقدسة. هناك حراك كبير جدا وتفاعلات كثيرة بين مقدمي الخدمة، ولا ننسى أيضا هناك تواجد للتقنية والتحول الرقمي الذي تفخر به مملكتنا الحبيبة. أيام الفعاليات الأربعة شهدت جلسات وحوارات علمية استعرض فيها واقع مستقبل خدمات الحج والعمرة في ثلاث محاور هي التحسين والتنافسية والاستدامة، كما كرم الفائزون في عدة مسابقات منها تحدي الحج. مشاركتنا عبارة عن تطبيق إلكتروني يساعد ويساهم في إثراء تجربة الحجاج بحيث أنه يقدم لهم قصص ومعالم أثرية، بعدها ياخذهم وينقلهم لهذه المعالم فيساهم في الارشاد السياحي. بعد الارشاد السياحي والارشاد الديني عندنا تسجيل يوميات الحاج، وهذه كانت الفكره المميزه في التطبيق بسبب انه اي حاج يجي على منطقه مكه يسجل ويصور صوره، فاذا صور صوره او سجل فيديو او اي حاجه احنا بننقلها بالذكاء الاصطناعي وبنساهم بتطبيقها كصوره كرتونيه. الصورة الكرتونية هذه بتكون أساس وحيكون الحاج كبطل موجود في قصة القصة الكرتونية اللي هو حياخذها لعائلته وراء. المعرض هذا ساهم لإثراء الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة المنتجات الحديثة في خدمتهم والتي يمكن استخدامها في مكة المكرمة والمدينة والمشاعر المقدسة. أعطت فرصة لجميع الشركات لإظهار ما لديها من إبداعات. المؤتمر يسهم في دعم قطاعات الحج والعمرة والتطوير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالتقنيات الجديدة والجودة والتنافسية التي تكسب الحاج رحلة لا تنسى. غفران مكي، جدة.